طيب دي كانت لقطات للحظات القبض على ابو العيلة ماضي وعصام سلطان القياديين اللي هو رئيس حزب الوسط ونائبه، ودي الحقيقة كانت قرب الفجر امبارح الليلة اللي فاتت، وكانت في ضاحية المقطم، ومعروف ان هناك بعض القيادات المطلوبة للنيابة العامة صدر ليها قرارات ضبط واحضار، كان من بينهم ابو العيلة ماضي وعصام سلطان. اعتقد ان هو في طريقهم للعرض على النيابة لبداية التحقيق معهما بهذه التهم. برحب بضيفتي مرة تانية في